تعالوا ناخد مزيد من المعلومات مع دكتور حمدي عرفه، استاذ الاداره المحليه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري الاصيل. يا رب. اولا انا ببقى سعيده جدا لما الدوله يبقى عندها اكثر من مقر، يعني انا كمواطن بلاقي انه في لا مركزيه وما فيش مشكله انه المسؤول لازم ينتقل ويروح لمكتبه اللي موجود في القاهره. لا، اعتقد دلوقتي يعني الاجتماع اللي احنا شفناه النهارده مع دوله رئيس الوزراء وهو موجود في العالمين كان يعني اجتماع زي ما بيتم العمل تماما في القاهره، راي حضرتك؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد زي ما حضرتك قلتي في المقدمه الاكثر من رائعه، هي خطوه في اطار تطبيق منظومه الحكومه الالكترونيه نحو تطبيق اللامركزيه. دلوقتي احنا شفنا طبعا عندنا 52 مدينه جديده، منهم 29 مدينه جديده تم انشائهم فقط من عام 2014 حتى 2021، لان مشكله الجهاز الاداري للدوله عبر العقود الماضيه، احنا عندنا حاليا دلوقتي 4 مليون و800 الف موظف، منهم 2 مليون و300 الف موظف شغالين في الادارات المحليه موزعين على 33 وزاره و27 محافظه، هي مشكلتهم بتقع تحت كلمه واحده حضرتك قلتيها، هي فعلا تطبيق اللامركزيه. عدم تطبيق اللامركزيه عبر العقود الماضيه، وانا بحيي الحكومه دلوقتي جاهده بتحاول ان هي تطبقه، ونسبه تطبيقه على مستوى اجتماع مجلس الوزراء انا شايف تخطى 99% على الاقل، وده بيسبب يعني بيبعت رساله للمستثمرين الاجانب والمستثمرين المحليين وعدم وجود تكدس داخل العاصمه وسرعه انجاز مهام المواطنين. ده جانب. الجانب الثاني اللي انا عايز اؤكد ان الخطوه دي اامل ان يتم تعميمها على مستوى بقيه، يعني خلينا اقول على مستوى بقيه الادوات المحليه، لان احنا عندنا ما يقرب من 2 مليون مواطن بيخشوا محافظه القاهره الكبرى يوميا، ونسبه الهجره من الريف وصلت ل 55% نحو المدن المركزيه، ومن هنا يعني أنا عايز أستأذن حضرتك بس تثبت في المكان اللي بنتكلم منه علشان الصوت. تمام. اتفضل. الحكومة شعرت تقدم الخدمات والسلع للمواطنين بكل سهولة، ومفهوم تطبيق المركزية هو يعني نقل الصلاحيات والمسؤوليات من المركز إلى الوحدات الإدارية الصغرى. فطبعا ده يعني انا شايف ان هي خطوه كويسه جدا، وقامت عليها مدن عالميه كبيره زي نيويورك وفي لندن وفي دبي. تطبيق اللامركزيه بيحتاج لعده امور، انا شايف الحكومه بتطبقه فعلا على مستوى عالي طبعا، ويمكن وحضرتك بتتكلم المدارات المحليه اقصد بها الاحياء والمراكز المدن، الحكومه جاهده التعامل مع هذا الملف بكل جديه، ولكن لكي يكتمل هذا الملف ينقصوا بعض التشريعات، انا اقصد يعني اامن ان يتم تطبيقه على مستوى الاقسام والادارات، يعني بيطبق في وزاره الدفاع كويس جدا، في وزاره الداخليه، في وزاره الصحه، في وزاره الخارجيه، ولكن في وزارات اخرى فيها بطء شديد جدا في تعامل المركزيه، فاحنا بنقول ان المسؤوليه هنا بتقع على بعض المحافظين، يحاول ان هو يعاون الجهاز المركزي لتنظيم الاداره، ويحاول ان هو ينسق مع وزاره التخطيط والاصلاح الاداري لتطبيق المنظومه الكبيره اللي نجح فيها مجلس الوزراء في تطبيقها. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. بشكرك جدا دكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه، وزي ما شفتم الصور معانا كانت من مدينه العالمين والاجتماع اللي كان موجود اليوم مع الوزراء، وزي ما انتم شايفين الصوره يعني الحقيقه يعني مكان الموجود ومجلس الوزراء الموجود في مدينة العالمين هي المدينة يعني تم الحقيقة يعني الانتهاء من حاجات كتير فيها، وشايفينها على قدر كبير من الاحترافية. وأعتقد أنه كلام اللي قاله دكتور حمدي بأنه اللامركزية أصبحت مهمة جدا في مصر، وإحنا بنشاهدها، وسيد الرئيس دايما في كل الحقيقة اجتماعاته أو أي مؤتمر أو أي مشروع دايما بينادي أنه يكون في أشياء لامركزية.